تمكنت إسبانيا من جمع حوالي 4 مليارات يورو في مزاد لبيع سندات قصيرة الأجل والاستفادة من أسعار فائدة مرتفعة جدا وضعتها الحكومة الإسبانية. في الوقت نفسه يستمر البرلمان الإسباني في تنفيذ موازنة التقشف لعام 2013 رغم رفض الشارع لها. هذه الميزانية سوف تمكننا خلال السنة القادمة من تجاوز أي ركود اقتصادي في إسبانيا، السنة التي ستشهد المزيد من فرص العمل. توقف عن القول أن هذه الأشياء غير صحيحة وأن هذه الميزانية ليست موجهة للجانب الاجتماعي، بل على العكس هذه الميزانية مركزة على الجانب الاجتماعي مقارنة بأي وقت مضى في إسبانيا الديمقراطية. أود أن أقول أن خطابه كان كذبة كبيرة، جملة من الأكاذيب لخلق ميزانية غير حقيقية، وذلك لأن الاقتصاد الكلي يتم التلاعب به. هذا ليس صحيحا ولا أحد يؤمن بما قال. وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط البرلمان الإسباني لفرض السيطرة على المحتجين.